لحقي لي مدير تقاعد بالانبار باقي لي 10 مليون ما ادري 15 مليون معمي موازنه 100 مليار باقت اشو ماكو شريف من الحكومه ولا من القضاء يجيب طار ال 100 مليار اللي باقت موازنه كامله باقت 2014 وين الاموال اللي اخرى اللي باقت من الدوله تلاحق لي على دولة هذول اتفه ما يكونون هذول حراميه صغار تعالي على الحراميه الكبار تعالي على حقوق العراق النفطيه تعالي على الحقول المشتركه بيني وبين الكويت تعالي على الحقول المشتركه بيني وبين ايران تعالي على هذه المصايب اللي احنا بيها 20 سنه حاكم ومي ماكو الحمد لله قطعوه راح تنشف لا دجله ولا الفرات راح تنشف هذول الحكم مالهم هذه المنجزات شنو المنجز مبلط لي الشارع شنو المنجز يعني هذا من صميم عمل الحكومه هي اعاده اعمار وبدينا نتصالح مع الشارع والمواطن العراقي من خلال حكومه السيد محمد الشيع السوداني الله يحفظك احنا حتى السودان يتحمل مسؤوليه لان كان هو من ضمن الحكومات السابقه اما وزير او نائب كان موجود بالعمليه السياسيه صح ويتحمل مسؤوليه فهو مو بريء ولا احسن من هذولك ولا احسن من السراق ما هو كان وزير ماليه وكاله انت تتذكر في عهد المالكي وزير زراعه وزير ماليه صار وزير ماليه وكاله انسان وزير عمل شؤون اجتماعيه وزير صناعه ما خلى منصب بالحكومه ما استلمه زين شنو اللي قدمه هو حمد السوداني نفسه قدم من كان وزير خلي طلنا منجزاته السابقه هسه ما ادري منجزاته الحاليه منجزاته الحاليه شفنا قال الدولار انسوا والدينار العراقي بطل تمسكوا بالدينار هسه تمسكوا بالدينار عم الدولار 150 صار اليوم 150 150 هذا المنجز مالهم شنو المنجز مالهم قالوا راح نعين الناس وطلع جر خط و350 الف هذول اهل العقود لغاهم من الموازنه شنو المنجز شنو اللي سووه اتفاقية حتى ويا شركائهم الكرد والسنة حتى ويا شركائهم اللي بالعملية السياسية ما التزموا بها واثنيناتهم زين انتم اصحاب مواقف سابقة وياهم هو اللي وقع وثيقة الشرف بمكة تترجى منه خير من يتصل منها بعد شلون يعني شلون نثق هسه واي انتخابات اللي يتحدثون عنها على اي انتخابات محلية حددتها بس اسمعني حددها مجلس الوزراء والمفوضية تقول لك انا مستعدة وجاهزة عن اي انتخابات هسه اجيك اذا على التيار فما اعتقد ان السيد يرجع يشارك الفاسدين والمجرمين والقتلة والوقحين والتبعية والولائية وغيرهم بعملية سياسية ما يشاركهم بعد رجل قال انا ما شلون ما شاركهم قال ما شارك هاي لازم نسوي عراق الوحدة ما قال ما شارك ويا هذه الطبقة السياسية ما شارك شنو ذول وين نوديهم بس دقيقة لحظة ذول وين نوديهم بس لحظة هذول يجيهم لا تستعجل بس اصبر عندك الاكراد وقعوا وياهم وثيقة وتعهد انه اكو فقرات والضامن مالهم الامريكي السفيره الامريكيه زين تعالوا طبقتوا انت الاتفاق ويا الاكراد لا زين تعالوا على السنه ما انتوا تحالفتوا وياهم بال2018 وهسه جيتوا قعدتوا وياهم واحنا ما عندنا يعني هسه تروحون ترجعون مو كل السنه تروحون ترجعوا لي على جرف الصخر ايش عندكم بجرف الصخر عفوا شنو ايش عندنا محتله جرف الصخر من داعش مال حزب الله محتله من داعش الشيعي جرف الصخر اطراف الدول قتال حزب الله داعش الشيعي نعم داعش الشيعي لعشان يقتل العراقي ويغتصب الارض ويختطف الناس هسه اليوم هسه مو يقولون هذه اسيره هم بتصريحاتهم يقولون هاي اسيره بيان اسيره يقولون الظاهر كانوا على حدود اسرائيل فزعوا الجنين وخطفوها من المعركه وجابوها اسيره هنا عمي احنا عايشين في بلد الميليشيات تتحكم به لا وزير الدفاع ولا وزير الداخليه ولا رئيس الوزراء يقدر على ميليشياوي بحزب الله على داعش من حزب الله يقدرون هو داعش لو ميليشياوي داعش هو ميليشيا الميليشيات وداعش واحد نفس الاخلاق نفس المدرسه نفس الاسلوب نفس الجرائم شلون؟ نفس الجرائم يعني اللي قتل متظاهري تشرين منو ما اعرف من القمر ما اعرف ما هم بلسانهم اعترفوا هم بلسان زين متظاهري عاشوراء منو قتلهم مو هم بلسانهم يقولون احنا قتلنا احنا ادبناكم احنا قتلناكم احنا طردناكم هم دي يعترفون زين اللي يقتل واحد متظاهر كوشي ما شايل بيده تجي تقتله انت على شنو تستخدم سلاح وتقتله والله لو انا من الصدر هذا الكاظم الا خلي الشعب يسحله ومستقبلنا لا يتحاكم لان هو كان رئيس الوزراء هو يتحمل المسؤوليه مال هذول بعد المؤتمر الصحفي طلع السيد الصدر ومدح السيد الكاظمي لتعامله بعقلانيه مع اللي صار اخاف عبالهم انه اكو راح تنتهي خل اذكرهم انا بتاريخ العراق
قولوا لي ياهو من مسؤول عراق استلم حكم بالعراق وما تحاكم، من هو؟ ولا واحد، بس اثنين، بس اثنين. عبد الرحمن عارف سحب نفسه. اه ده تحكي على القديم، تاريخ العراق كله ده اقول لك انا. وعبد والبكر الله يرحمه، هذول الاثنين. ليش ما عندهم هذه العمل اللي دي يسووه هذول؟ والباقي لا، قل لي منو متحاكم؟ صدام حسين تحاكم على جريمه، على جريمه واحده حسبوها عليه مال الدجيل. انطيني رئيس وزراء حاكم بعد عام 2003، يعني ما راح تجي المرحله ويتحاكمون؟ وين هالمرحله؟ ايش قد احنا ايش قد بقوا بالحكم عبد الكريم قاسم؟ ايش قد بقوا؟ لو يبقى 100 سنه عادل الملكي لو قتلوهم، ايه؟ عبد الكريم مو قتل، عبد السلام محترم، انا رايح صدام حسين مو انعدم. 22 سنه عم، 22 سنة أموال العراق نهبت. هذول موظفين مرتزقة عند السفيرة الأمريكية وعند الإدارة الأمريكية. قبل ما تروح، إحنا مشكلتنا اليوم ويا الإدارة الأمريكية، مو ويا دول، هذول موظفين، دول مرتزقة. إحنا مشكلتنا ويا الإدارة الأمريكية، إحنا مشكلتنا أنتوا الإدارة الأمريكية احتليتوا العراق، سويتوا لنا عملية سياسية. هاي العملية السياسية ولدت لنا داعش. إذا مشكلتكم من الشكلين.